نحكي لك كنا قاعدين على اساس امنين بالهدنه ما حسينا الا طوب طبش هنا وحسبي الله ونعم الوكيل. هل هناك ثم جرحى هذا؟ الحمد لله كله خير الحمد لله ما الحمد لله. يوم الجمعة خامس أيام العيد الأضحى المبارك بيركي في بيوتنا ما حسينا بالطيران الحربية في السماء القرية والأطفال كلها قدام الشوارع وعلى أساس أمن العالم إنه هدنة وما هدنة هدنة العيد وحسبي الله ونعم الوكيل مثل ما كنا شايفين والكاميرات كلها خلي تيجي تشوف وتصور يعني الدمار بيوت مدنيين ما في أي مقر عسكري لا يوجد أي مقر لأرهابيين ولا لا عسكريين ولا لا اي مقر حتى مقر يعني عسكريين ما في حتى الحاره هون كلها عسكريين ما في يعني حسبي الله ونعم الوكيل الاطفال كلها في الشوارع عم تلعب ومأمنين انه ايامات بعيده.